سؤال واحد بتقول عندما نزل السيد المسيح لياسه البشريه نزل على كوكب الارض فرقا انفاد جميع المخلوقات التي توجد على اي كوكب اخر غير الارض، مع العلم بان العلماء اكتشفوا وجود مياه على كوكب المريخ. دلوقتي يقول له الواحد بدل ما يقوله اللي يزعل يروح يشرب من البحر يقول يروح يشرب من المريخ. المية وحدها لا تكفي للحياة، المية وحدها لا تكفي للحياة، كمان هم لم يجدوا أنهارا وبحارا في المريخ، ده مجرد حاجة كده. لكن ما قالش الكتاب ان في كائنات اخرى على المريخ، ما قالش، يعني العلماء ما لقوش بقايا بشر على المريخ، ما لقوش. وعلى اي الحالات الكتاب المقدس اتكلم فقط عن البشرية اللي من نسل ادم، ولم يحكي لنا عن الكواكب الاخرى، ولم يقل لنا ان فيك ناس على كواكب اخرى اخطأت وتحتاج لفداء، ما قالش. فانت عايز توجد بشر على المريخ وغلطوا ويحتاجوا لفداء والمسيح ما راح لهم شيء، ما حصلش الحاجات. وبعدين سؤال ثاني، ما قيمة عيشة الانسان ما دام هيموت؟ كان لك حق تقول السؤال ده لو ان لما يموت هينتهي، لكن بعد الموت في حياة اخرى. قيمة الانسان انه بعد الموت هيحيا الى الابد في حياة اخرى، مش الموت هو نهاية حياة، ده الموت هو بداية لحياة لك.